غير ما يحس. بحبك قوي حبيتك العافية يا حبيبتي، والله نورك يا قمر، انتي القمر والله، اهلا بيكي يا حبيبتي. بصي هقولك الحاجة، منطقة الأرداف في التخسيس بتعتمد على الرياضة والمساج الاتنين. لو الجسم كله ما فيهوش دهون يعني، ومش عايزه تعملي صيام متقطع، مع ان الصيام المتقطع ده مفروض اسلوب حياه عشان نعيش بصحه طول العمر، فتمشي كتير، تعملي سكوات، تعملي مساج، كل ده يخلصك من الدهون. انا الشاب الوجه والبشره الخدود النازله، انا الشاب يعني ايه؟ الوجه البشره الخدود النازله. تمارين اليوجا بتقوي عضلات الخد فيه كذا عضله، عضلات صغيره. تمارين اليوجا بتقوي العضلات والخدود تترفع لفوق. اكتبي لي الشكر لله حبيبتي، عملنا كتير. عملت ايه كتير؟ ما هو محدش يعمل حاجة وما تجيبش نتيجة على طول، يسيبها او يعملها غلط تجيب نتيجة عكسية، لا. ونزلم مثلا التمارين او نزلم المساج او نزلم الصيام المتقطع، لا. المشكلة عندنا احنا، احنا اللي بنعمل التمارين غلط او بنعمل المساج غلط او الصيام المتقطع غلط. بدل ما نسيب الطريق يعني اللي يوصلنا نتائج حلوه ونرجع ويبقى العيب في عندنا احنا. يعطيك العافيه، انا وزني 86 وقصيره، عاوزه انزل وزني، ايش تنصحيني اسوي؟ احد يسعدني، الله يعطيك الف عام الف عام. بص يا حبيبتي، انا عملت يعني في حياتي اللي فاتت يعني قبل ما اعمل صيام متقطع، كنت بعمل عملت دايت اللقيمات، عملت مش عارفه ايه، انواع كتير من الدايت، وكانت كلها فاشله تماما. ما فيش حاجه خسستني من 90 كيلو، يعني الحمد لله انا زدت 2 كيلو بعد رمضان، زدت بقيت 50، يعني خسيت 40 كيلو بالصيام المتقطع. احسن حاجة افضل اقول لكم، الصيام المتقطع مش بس بيخسسك بصحة، عليكي طلة جميلة وروحك نقية نقية جدا، ربنا يسعدك ويعطيك الصحة والعافية يا رب، يخليكي حبيبتي يا رب. انا قلت الشد تمرين البلانك، تمرين البلانك بيشد الجسم كله، رائع، وبيقوي عضلة القلب. ابدأوا بيه 10 ثواني وزودوا بالتدريج. التمرين البلانك ده بحس ان هو رياضة متكاملة، رياضة متكاملة. انا على الصفحه هنا عامله التمرين، وعلى اليوتيوب قناه جمالك صحتك عامله التمرين تعملوه ازاي. السوليليت يعتبر دهون بتبقى عامله زي الليمون كده تحت الجلد، ده لو انت حتى عملت لها مساج او كده، انت ما عالجتيش السبب الرئيسي لتكوين الدهون. اعملي المساج واعملي الصيام متقطع، مش هتجيب لك نتائج هايله. ما فهمتيش يعني ايه صيام متقطع كل السنين اللي فاتت دي؟ انت بتتابعني من امتى بقى ولا لسه اول مره؟ الصيام المتقطع ان انا اشرب ميه، ممكن اشرب فنجان قهوه، ممكن واشرب، لازم اشرب ميه بليمون عشان حصوات الكلى. وما باكلش، ما باخدش اي حاجه فيها سعر حراري، وافضل وقت
ان احنا بعد ما نصحى من النوم ما نفطرش، ناخدها بالتدريج كده واحده واحده، ما نقولش لنفسنا احنا هنعمل صوم متقطع، احنا نعمل حاجه جميله قوي وسهله قوي نخس بيها، ان احنا لما نصحى من النوم نأجل فطارنا، نتلكع في اي حاجه، نعمل اي حاجه تعطلنا شويه عن الفطار، وناكل عادي، نعيش بقيه يومنا عادي زي ما احنا كنا عايشين، يعني ما نعملش تغيير مفاجئ للجسم، يقوم الجسم عقلنا ما بيرفض اي تغيير في حياتنا. يعني مثلا انت رحت الجيم ودفعتي الاشتراك، طبعا ناس كتير بتعمل كده وتروح شويه وبعد كده تمنع تكسل تروح، لا انا اعمل رياضه في البيت وانا ماشيه، امشي على طراطيف صوابعي، اجل فطاري، اشرب ميه بليمون، ميه بخل التفاح الغير مبستر، فنجان قهوه لو انا بشرب قهوه، واحده واحده كده، واعيش يومي عادي، افضل ازق في الوقت شويه لغايه ما الاقي نفسي عادي، بقيت متعوده ان انا ما بفطرش على طول، انا بفطر الساعه 5 المغرب زين، واخر اكل اكلها على صلاه الفجر، افطر واكل الدواء، اخد دواء وبعدين انام. طب بتاخد دواء ايه؟ طبعا انت مثلا لما بتاكلي المغرب حسب بقى مواعيد البلد، المغرب بيدن فين عندك الساعة كام، والفجر لو نفطرت 6 7 8 9 10 11 12 طيب بتصومي حوالي 16 ساعة. بس لو عايزة تخسي ما ينفعش كل يوم تاكلي في نفس الوقت وتصومي نفس العدد، عمرك ما هتخسي، يعني عمرك ما هتخسي. لو بتاخدي دواء بقى قولي لي بتاخدي دواء ايه، ازيك يا قبطان. ماما نادية حبيبتي، جميلة منك ماما نادية دي قوي، منورة يا حبيبتي اللايف. ده يا خالة ليش مانك نايمة؟ أساسا مساك يا حلو، كلامك الجميل والحلو ده. أنا مش نايمة، أنا مش بنام بدري، ألاقي ساعات أنام بدري، عايزة أسهر أسهر، حسب ما أنا عايزة، يعني أنا مش حاطة نفسي جوه سجن، يعني في ظروف مخلياني اصحى وانا مبسوطه ان انا صاحيه وبعمل حاجات بتساعدني وطقوس بتساعدني بسهر. اصل مش كل حاجه هما بيقولوا لنا عليها نعملها قضيب ونفضل نبني قضبان قضبان لغايه ما نلاقي نفسنا داخل جوه قفص، لا انا اجرب بنفسي واشوف. انا لما يعني اول ما بديت الصيام المتقطع فضلت بتاع سنه او اكتر انام الساعة 10 واصحى الساعة 4 الفجر، وكان حلو كان جميل، بس كنت بحس ان انا كل اللي حواليا بيسهروا وانا لوحدي كده، اصحى بدري بقى لوحدي واسيبهم وانام بدري. فقعدت فترة كبيرة كده، لا لقيت لا انا هستمتع بحياتي بالطقوس الجميلة اللي انا عايشيها من غير ضرر، مش شرط ان هم بيقول لك هرمون مش عارفه بيجي ايه بعد الساعه 11. طب معلش يا مش ممكن تتاجل شويه، بس انا هنام الساعه 1 ولا الساعه 2 تاجل شويه. ما انا بتكلم على، بص يا حبيبتي حلو قوي، هم قالوا كده، احنا ما عندناش معامل بنعمل فيها تحاليل، صح احنا بنجرب على نفسنا. هو طبعا وزمان كان الناس كلها بتنام بدري، انا من مواليد الناس اللي كان التلفزيون الساعة 12 بيشطب، وقبل 12 كنا بنبقى نايمين وبنصحى بدري. بس في حاجات انا قلت لك، انا دلوقتي قعدت اكتر من سنة انام بدري واصحى بدري، الاقي نفسي لوحدي، كل اللي معايا في البيت بيسهروا وانا لوحدي، عايش لوحدي وده يعني ما. طب ما هرمون النمو شغال عندي اهو عادي، وانا ممكن اسهر الساعة 1 والساعة 2 والله، وساعات بسهر لغاية الفجر وانام بعد الفجر، ما انا مش عايشه لوحدي. وبعدين مش عايزه احرم نفسي من الناس اللي بحبهم، ومش هفرض عليهم طريقه اسلوب حياتي انا. فهرمون النمو بيجي برضه، امال انا عندي طاقه ازاي؟ لا يا قلبي ما عم نلزمك انا تنامي بكتير لانك صحيه، انا بمزح. لا يا حبيبتي مش قصدي ان انت اللي بتلزميني، هما يعني في ناس او دكاتره او ناس
بيقول لك، وهم نفسهم تلاقيهم والله ما بيناموا بدري، يقول لك ما تاكليش عيش عشان العيش فيه جلوتين، وهو تلاقيه بياكل عيش. يقول لك ما تاكليش فاكهه عشان الفاكهه فيها سكر، وهو تلاقيه بياكل فاكهه. ما تاكليش رز عشان بيتخن، وهو تلاقيه بياكل. لا انا مش، انا عايشه حياه مهما طالت قصيره، انا عايزه اعيش بصحه طول العمر، بس مش معنى كده ان انا كل حاجه بقى هعملها صحيه 100% وما اعيش حياتي. ما انا جربت، قعدت اكتر من سنه انام بدري، لقيت نفسي مودي مش حلو يعني. مبسوطه والصيام المتقطع جميل وبسطني وكل حاجه، بس اصحى هما مثلا بيصحوا الظهر الساعه 12، انا بقى من 4 ل 12 الظهر دي قاعده لوحدي انا، والساعه 10 اسيبهم وانام. طب انا عايزه اعيش الحياه معاهم، هما عايشين غلط هاخد شويه غلط يعني. انا بحبك قوي، ربنا يسعدك، ربنا يديك الصحه حبيبتي، الله يسعدكم يا رب. بصوا يا جماعه يعني ما تاخدوش كل حاجه بتتقال، احنا مش قطيع، احنا مش قطيع، احنا عندنا فكر، فكر حقيقي، فكر بجد. ايه الحاجات؟ مش كل حاجه في يعني. حازم ما شاء الله عليه قال لي من لا يدرك كله لا يترك كله، مشيت كده على الحكايه دي يعني. انا بعد ما شفيت من السكر والضغط والحاجات دي كلها، كنت خايفه المس اي اكل نشويات، رز او مكرونه او كده، لا. هذه الاشياء ثبت علميا، النوم بدري صح حلو جميل، بس انا لما بسهر ما اثرش على الصيام، ما اثرش على صحتي انا. المهم عندي اللي فعلا بحس ان هو مأثر فيا، ان انا انام اقل من 8 ساعات يعني. ما بنام 8 ساعات ببقى مبسوطة قوي ونشيطة جدا، ايا كان الوقت اللي انا نمت فيها. لو نمت مثلا اقل من 8 ساعات باجي الظهر كده اخد قيلولة، انا فيني ضغط وحشني سكر على المنظمة، وفي عندك ضغط وفي ضغط، اخد العلاج اللي 5 سنوات، بقالك 5 سنوات بتاخدي علاج، عندك مال ان انت عندك 56 سنة. انا انت ملخبطه. المهم ان انا كده اللي فهمته ان انت عندك ضغط وحشني سكر، دي اللي واخده منظم سكر يعني. مش ظاهر كله في القناه. اهلا يا حبيبتي، ازيك، عامله ايه، وطمنيني على ولادك. يا رب يكونوا بخير يا رب. عندك ضغط، الضغط بيبقى بسبب ارتفاع الصوديوم ونقص البوتاسيوم والمغنيسيوم، او بسبب مقاومة الانسولين. ايوه، باخد بتاخدي منظم السكر، وزنك 85 كيلو. لا سيبك من انت، بس انت عندك ضغط وبتاخدي منظم سكر، دول اللي احنا هنشتغل عليهم يعني. ما لناش دعوه يعني بان انت وزنك كام، انت هتخسي وانت بتتعالجي من مقاومه الانسولين، لان كده انت عندك مقاومه انسولين، اللي هي اساس، اللي هي الباب اللي بيتفتح على الامراض. مقاومه الانسولين علاجها ايه؟ ان انا اعمل صيام متقطع بالتدريج، اقلل السكريات بالتدريج. لو تقدري تمنعي السكريات على طول، بس ده هيخليكي مثلا تعبانه شويه في الاول، مصدعه، لان ده حصل لي يعني. انت لو جبتي لي التعليق ده على اليوتيوب، قناه جمالك، من قناه جمالك، جمالك صحتك بالطبيعه، هحط لك الفيديو اللي انا بحكي فيه انا عملت ايه اول ما عرفت ان انا عندي سكر، وكان قبليها عندي ضغط. لا بديل من الصيام المتقطع عشان نشفى تماما بامر الله، ولما نيجي ناكل بعد كده فاكهه او نشويات وما نتعبش. لازم نعمل الصيام المتقطع بالتدريج لغايه ما نوصل 18 ساعه، ونزود لغايه ما ممكن في الاسبوع نصوم مثلا 24 ساعه، كل اسبوعين نصوم 48 ساعه. هو ده اللي بيخلي خلايا البنكرياس وخلايا الجسم تتجدد، والجسم ميبقاش فيه سموم. طب نعرف ازاي ان احنا شفينا تماما؟ ان احنا لو كلنا بعد ما عملنا التراكمي وطلع ممتاز مثلا 4 4 وحاجه لغايه 5،
لو كلنا حاجة بترفع السكر نلاقي السكر ما ترفعش قوي عندنا، بقى حاجة بسيطة، يبقى كده البنكرياس شغال كويس. لما ما نلاقيش، نعرف ازاي ان احنا ما عندناش سموم في جسمنا؟ لما ما يبقاش عندنا، يبقى جلدنا ناعم، ما عندناش ريحة عرق، ما عندناش شعرنا ابتدى يتقل، في نضارة في وشنا، لأن جسمنا بينظف نفسه. أنا عندي احتباس سوائل، كيف أعالجه؟ وجهي دايما ناشف وفيه تجاعيد وأنا عمري 30 سنة. إيه يا حبيبتي، أنت لسه صغنطوطة خالص، بس أنا أصغر منك، أنا 20. احتباس سوائل، أحسن حاجة لاحتباس السوائل إن أنت تشربي عصير البقدونس. البقدونس رائع، بينزل المية اللي في الجسم. انت قلتي ايه تاني؟ والدي وشك يعني جافي جافي، يبقى ناقص عندك فيتامين ايه. هل انت عندك مشاكل في المعدة؟ عندك مشاكل في القولون؟ بتقربعي، بتقربعي مشروبات غازية، بتاكلي حاجات في اكياس كتير، واللي هو بتقعدي تطلبي الاوردرات اكل خارجي، عشان الحاجات دي الافراط فيها. يعني انت ممكن تطلبي اكل مثلا مره او مرتين في الشهر، ممكن تعملي الغلطات دي قليل، لكن لما بيبقى فيه افراط في الغلطات دي ما بيبقاش جسمك يعني بيبقى ما بيبقاش فيه فيتامينات ومعادن، فاهماني؟ لان السكريات والحلويات دي بتستنزف الفيتامينات والمعادن في الجسم، فبالتالي بشرتك تبقى جافه ووشك بهتين. وده هو الجفاف عموما بيبقى بسبب نقص فيتامين اي والكولاجين قليل عندك، يعني اللي بيصنع الكولاجين اي. فيتامين اي وسي والنحاس والاحماض الامينيه، ودول كلهم موجودين في اكلنا. لو احنا بناكل الحاجات دي وما فيش نتيجه، لا يبقى في احنا بناكل حلويات كتير وبنشرب مشروبات غازيه وعصاير، علب العصاير دي. انا عندي خمول في الغدة مع الضغط. انت اللي بتكلمني ان انت انت مش عارف، بتقول وزنك 86 كيلو، انت ست ولا راجل؟ انت انا اللي قاعد اتكلم معاكي، ماشي؟ ما انا يعني غير السكر والضغط، في خمول في الغدة الدرقية. بص، اللي بيبوظ الغدة الدرقية ويخليها يحصل فيها خمول المنتجات الصويا، لو حد بياخد حبوب منع الحمل، اضطراب، بيحصل اضطراب في الهرمونات، والغدة طبعا عشان هي الماستر بتاع الغدة بتتأثر بسرعة. طب في حاجة اسمها جوز البرازيلي، دي فيها نسبة سيلينيوم عالية، مفيدة أوي في خمول الغدة الدرقية. نمنع العيش، يعني العيش، الخبز، منتجات القمح والصويا ضد، لو الغدة فيها خمول مفروض ما ناكلش خبز ولا منتجات القمح يعني عموما، اللي هي مكرونة وكده، ممكن ناكل رز. اليود في عند العطار او في الاماكن اللي بتبيع مكملات غذائيه، في بتاع ده اللي هي فواكه البحر او طحالب البحر، حاجه زي كده مجففه، بتبقى ريحتها زفره كده، دي مليانه يود. اللي عنده نشاط في الغده الدرقيه يهتم بالسيلينيوم بس وما ياخدش يود، واللي عنده خمول في الغده الدرقيه يهتم بالسيلينيوم واليود. وطبعا نعمل صيام متقطع، و يعني انا برضو مش عايزه ابقى بالاسوأ ان انا اقول نمنع تماما الخبز، يعني احنا لو كلنا قليل قوي منه هيبقى كويس، بس انا بدل ما اكل عيش او اكل خبز ممكن اكل شويه رز، يعني مفيش حرمان مطلق. يعني انت بيهبط قوي لما بصوم، اعمل ايه؟ قصدك السكر بيهبط لما، ما هو بيهبط عشان انت عندك مقاومه انسولين، ما هو مقاومه الانسولين بتخلي السكر يهبط قوي وترفع السكر قوي من كتر ما الخلايا جعانة، بيحصل برضو هبوط في السكر.
دي بقى لازم ما دام بيحصل لي هبوط من السكر، لان ده كان بيحصل لي في اول الصيام المتقطع، بس انا بصراحه يعني تحديت نفسي. في ملح البحر او ملح الهيمالايا تاخدي حبتين كده. وكمان حاجه مهمه، لو انا لقيت نفسي ان انا وصلت، يعني انت بتصومي قد ايه؟ بتصومي وقت قد ايه؟ ارجعي تاني، ارجعي تاني قللي اليوم اللي تلاقي فيه هبوط حاد، يعني هبوط لغاية كام السكر؟ ما هو لغاية 60 ممكن يعدي، ممكن تبقى فيه شوية زغللة ودوخة، بس ما بتبقاش خطر. أقل من كده بيبقى خطر. يعني ما هو برضو الهبوط ده إيه؟ ما هو الهبوط ده ممكن أنت قست السكر ولقيتيه كام؟ لا أبدا، أنا ما أكل أي شيء فيه قمح، ولا أرض، ولا أطلب أكل كبسة، يعني بتاكلي أكل بالبيت. طب هي كانت مشكلتك إيه؟ معلش. طب ماشي، انت عندك احتباس سوائل ووجهك دايما ناشف، نقص فيتامين اي، وانا شرحت لك كمان الكولاجين بيعمل ايه، لان الكولاجين لما بيبقى في الجسم بيصنعه بيدي نضاره للبشره. طب ايه احنا عاوزين نوصل ليه عندك احتباس سوائل، في مشاكل في الكلى؟ طب جربي تشربي عصير البقدونس كده؟ يعني انت شربتي عصير البقدونس وما عجبش معاكي النتيجه قولي لي، بس جربي من بكره كده تشربي عصير البقدونس، ممتاز لاحتباس السوائل. اما بالنسبه لبشرتك، اعملي خلطات وترطيب، يمكن انت مثلا يجيب معاكي نتيجه اسرع. لو لقينا لسه الجفاف مستمر هندور برضو، هنوصل للسبب، يعني احنا مع بعض هنوصل لايه السبب. اشربي عصير البقدونس، كلي خضروات ورقيه كتير، واعملي صيام متقطع، مش هتخسري حاجة، بالعكس هيفيدك جدا. انا عندي ما هي التجاعيد دي بسبب انت كده الكولاجين، بس انت كده عندك نقص فيتامينات. هل عندك، بص هقولك على تجربة، تعرفي حمض المعدة عندك قوي ولا لا؟ عارفة الكربوناتو او البيكنج صودا، بتجيبي نص معلقة على ربع كوباية مية وتقلبيهم، بس ده اختبار لمرة واحدة، وعلى الريق اشربيهم. لو حصل تجشؤ على طول يبقى حمض المعدة عندك كويس، لو اتأجل بعد دقيقة، اتأخر يبقى احنا عاوزين نقوي حمض المعدة، عشان سوء الهضم يبقى سوء امتصاص للمعادن والفيتامينات، لان دي يعني انت ازاي 30 سنة عندك تجاعيد؟ فين الكولاجين؟ يعني انت عندك كولاجين، هو الكولاجين بيقل بعد العشرينات او 22 23 سنه، بيفضل ايه الكولاجين يقل، بس مش انت لسه 30، المفروض يبقى عندك مثلا دول اللي بيحصلوا بين العشرينات ال30، الخطين دول، وممكن يبقى فيه لغط، حاجات بسيطه تحت العين. برضو ممكن تعملي تمارين اليوجا والخلطات مع مساج برفق مع بقى الصحه، لان انا عندي تجاعيد وانا عندي 30، انا ناقص عندي كولاجين، جسمك بيصنع الكولاجين. وجربي الديرما كده، ايوه في خمول الغدة ما يخالف تحملي، ايوه في خمول خمول الغدة الدرقية ما يخالف تحملي. معلش وضحي الكلام شوية، هل القهوة مفيدة؟ والله ما اعرفش، هما يعني في ناس تقول لا مفيدة وفي ناس تقول، لكن انا بشربها بقى من وانا عمري ما بطلت القهوة ولا يوم. انا احب اصحى من النوم اشرب مية واشرب فنجان قهوة، كنت زمان بشربها سكر زيادة، بقالي دلوقتي داخلة على 5 سنين بشربها سادة، لكن انا مش شايفه ده، بالعكس ده انا بعمل منها يعني مساج لفروه الشعر مفيده. وفي ناس معايا على اليوتيوب، على القناه في اليوتيوب، عملوا بالقهوه مع ميه البصل، يعني قلت الواحد عنده صلع اعمل بالديرما واعمل القهوه مع ميه البصل يعني مساج، وكتب لي تعليق ان يعني بيدعي لي ان الشعر ابتدى ينبت، الشعر ابتدى يطلع، فالقهوة هتبقى مضرة في ايه؟
المدير ان احنا نفرط فيها. اه يعني انت كنت، لا ده انت كده عندك يا ماما مقاومة انسولين مش احتباس سوائل. بصي تغيير لون الجلد يعني في مشكلة في الميلانين، تجاعيد يعني مشكلة في الكولاجين، احتباس سوائل. انت قررتي انه ده كل يعني الوزن اللي عندك ده سوائل بس مش دهون؟ لو انا مكانك هعمل ايه؟ اقول لك انا لو مكانك هعمل ايه؟ فيتامين د من الشمس، لو ما عندكيش شمس هاتي فيتامين دي 3 بس يكون اقرب للطبيعي يعني، يا اما لو عندك شمس اقعدي كل يوم في الشمس شويه بظهرك كده، بظهرك من غير طرح، بظهرك 10 دقايق ربع ساعه. دهون صحيه، صيام متقطع، خمري الخضروات وجيبي خضروات ورقيه، جربي كده بصيام متقطع بالتدريج هتبقي واحده تانية خالص. من الاخر انا لو عندي مش اللي انت قلتي عليه ده هعمل كده، انا كان عندي اسوأ. ستاشر ساعة ثابتين صيام متقطع، ده لما اكون انا وصلت لمرحلة الشفاء، شفيت ما عنديش دهون، خسيت بقيت زي الفل، فبثبت وزني على 16 ساعة. نظام اكل كيتو او لو كارب، انا لا انا عن نفسي لا ولا كيتو ولا لو كارب، انا باكل اللي يعجبني. مثلا فطرت بفطر حاجه بسيطه، بعد كده بقى اي حاجه موجوده، مكرونه، محشي، اي اكل عاملينه في البيت باكل منه عادي، باكل عادي خالص لغايه ما اشبع. ولو عدوا ال4 ايام الوقت اللي انا باكل فيه وجعانه باكل، يعني مبقتش احسب وقت. انا العشاء تبدا ابدا افطر وابدا اكل، ولما باكل بحس بالجوع فباكل، وفي ايام ما بيبقاش عندي شهيه قوي. بتحسي انك هتدوخي ارجعي بقى. بصي يا حبيبتي انا الكيتو ده ما بحبوش، عشان انا اخد 70% دهون او 75% دهون و15% خضروات ومش عارفه 15% بروتين، لا انا ده ما اقدرش يعني، لا بحبه ولا حد من المتابعين معايا نجيوا من مشاكل في المراره او مشاكل في الكبد. ما شفتش حد عامل كيتو صح يعني، زي ما بيقولوا في ناس بتتخيل نفسها عامله كيتو يعني، بياكلوا حاجات يقول لك ده كيتو، لان في قنوات على اليوتيوب يقول لك ده كيتو وده كيتو وانتوا عمالين ماشيين ورا كلمه كيتو. الافضل انت حسيتي بدوخه، لو وصلتي 16 ساعه ارجع سنه تاني اساس جسمي، عارفين يعني ايه، بدل ما اسيب الصيام المتقطع خالص لا ارجع تاني بشويه. لو انا مش عايز اخس، لو انا عايز اخس بشرب مشروبات حرقه، لو انا مش عايز اخس بس الميه بالليمون، حتى لو انا مش عايز اخس باكل حته زبده مش قشطه، عشان في واحده راحت بقت تاكل تحط القشطه على القهوه، ما القشطه فيها سكر، لكن الزبده الطبيعيه ما فيهاش سكر وما بترفعش الانسولين. وخدي طب جربي ملح، حبتين ملح كده جربيهم. ما هو برضه في يعني انت بقالك قد ايه بتصومي؟ الله يعطيك العافيه، انا اقوم 5 المغرب اكل افطر. دي انا جاوبت عليكي، ده انا كده رحت فين؟ وهل عادي؟ ما هو بصي هقولك على حاجه، انت بتنامي الفجر، لو انا دلوقتي قلت لك مش هينفع تنامي الفجر ولازم تنامي بدري وتصحي بدري، مش كل الناس بتقدر تغير حياتها فجأة، لكن انا بقول لك عادي امشي على النظام ده، ومع الوقت عايزة تنامي بدري نامي بدري، مش عايزة تنامي بدري ما تناميش بدري. ما هو انا اهو ما بنامش بدري كتير، في ايام بنام الساعة 11 او 12 وفي ايام بسهر. اعملي النظام اللي انت اللي هو اعملي الصيام المتقطع، ولو عندك زياده في الوزن غيري بس في مواعيد اكلك، يعني مش مثلا الساعه 5 هاكل يبقى كل يوم الساعه 5، مش هتخسي كده، فهماني؟ غيري تغيير بالراحه وبالتدريج هتوصلي للي انت عايزاه. اه انا بحسها مفيده جدا. ايه هي بقى يعني انا ما خدتش بالي من، يا ريت انتوا يعني يا اولاد بتستخسروا تكتبوا الكلام كله على بعضه.
بعمل متقطع اعمله اذا قمت الساعة 5:30 المغرب اجل الفطار. خليكي ماشية زي ما انت، نامي الفجر واصحي زي ما انت شغالة، اعملي الصيام متقطع واشربي مشروبات حركة لو عايزة تخسي، ولو عندك مشكلة صحية هتخفي منها. انا بقولك كده، ما انا مش هغير حياتي فجأة مرة واحدة. امتى بقى اقول كده للناس اللي عندهم امراض خطيرة جدا ولازم فعلا، يعني مش بمزاجهم بقى، لازم هنا هقول له لا، انت لازم تمنع كذا وكذا 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 وتعمل معسكر في البيت، دي حياة او موت لازم. لكن احنا لو بنسيس نفسنا وحاجات بسيطة ممكن تعدي نمشيها. انت عسى ربنا يحفظك ويرفع عن جميع المسلمين حبيبتك في الله. ربنا حبيبتك العافية حبيبتي يا رب، والله انت العسل وقمر، بس عسل نحل، عسل نحل خيم. تنصحيني اعمل ايه مع ابني ظهر عنده حسنات كتير وعنده حبوب كتير صغيرة اوي كتير في اكتافه؟ ما هي الحسنات دي، ما انا قلتلك الحسنات لونها، الحسنات دي مشكلة، يعني بيبقى في حاجة في الكبد او زي متشعبة كده، عاملة زي العنكبوتية كده. ما هو بصي، احسن حاجة بتطهر الكبد ان احنا او بتطهر الجسم وبتنظف منه السموم، ان احنا نعمل صيام متقطع ونمنع او نقلل جدا السكريات والنشويات. تعرفين الكرنب بتاع السلطة، الكرنب الأحمر والأبيض ده عشق الكبد. يعني لو احنا عايزين كبدنا دايما نضيف، ناكل الكرنب بتاع السلطة ده في السلطة، أو ناكله كده ونخمره، ده ممتاز. لازم ما تستسلميش، لازم بعدين انا قلت لك برضو خليه يتابع معايا على اليوتيوب او على الواتس لو تحبي. انا شاب عندي 20 سنة، بس انت عندك 20 سنة وبتسهر طول الليل مثلا وما بتتعرضش للشمس، اول حاجة تخلي المود كويس. بس اول حاجة لازم نجرب حاجة حاجة بالراحة، نعرض للشمس. الشمس بترفع المود، الشمس فيها فيتامين د، الشمس فيها أشعة تحت الحمراء اللي هي بتقتل الميكروبات والبكتيريا، بتخترق الهدوء. يعني لازم نتعرض للشمس. السكريات والحاجات المشروبات الغازية دي بتبوظ الميكروبيوم، اللي هو عارفين مدنا عشان يبقى حلو لازم نعزز الميكروب بتاع الميكروبيوم والبروبيوتيك والحاجات دي، فاهميني؟ ان احنا طول ما احنا عندنا معدة بتهضم الاكل حلو، وعندنا امعاء بتمتص المعادن والفيتامينات، ما احنا ما عندناش مشاكل لا نفسية ولا جسدية. يعني احنا لما نقعد نلف كده وندور هنوصل اخر لمعدتنا، والمعدة بعديها الامعاء والقولون. جرب كده من الطبيعة. كان عنده التهاب قزحي في عينيه الشمال وظهر فيها تليف، واخذ حقنة الهيمرة لمدة 2 سنين، وبعدها الدكتور وقف. بس اي التهاب في الجسم، ما هو المشكلة احنا عندنا في ايه، ان اي حد عنده التهاب في العين او في اي جزء في جسمه، الدكتور ما بيبصش ايه ليه الالتهاب ده حصل ليه. اي التهابات بتحصل والتهاب الاعصاب والتهاب في العين، مشاكل في العين، مشاكل في الكلى، مشاكل في الكلى، كلها بسبب ارتفاع السكر. وقبل كده يعني في ناس تقول لي انا ما عنديش سكر، ما هو مش لازم يبقى عندك سكر. ارتفاع السكر في الدم بيعمل اول حاجة بيعمل التهابات. يعني اللي عنده روماتايد، عنده روماتيزم، عنده اي مشاكل مناعية بتيجي اسبابها التهابات في الجسم، ارتفاع السكر في الدم، المعدة والامعاء فيهم ضعف، الاكل ما بيتهضمش كويس، ما بنتعرضش للشمس طول النهار والليل قاعدين في الضلمة. لازم ابنك يعمل نظام غذائي وينقذ نفسه، اجبريه.
انا عامله صيام متقطع 2.5 سنين، خسيت خلال 1.5 سنة او اقل 30 كيلو، لكن الوزن ثابت اكتر من سنة. ناس كتير بقى بتحصل لهم الحكايه دي، ان هم بعد ما بيخسوا مثلا، خسوا 30 كيلو او 20 او ايا كان الرقم اللي خسوه، بيحصل ثبات للوزن. ايه اللي بيخلي يحصل ثبات للوزن؟ نقص الزنك. انت عامله صيام متقطع، ما تمشيش على نظام ثابت في الصيام المتقطع، كل 2 3 يوم تغيري. يعني انت حصل عندك ثبات دلوقتي في الوزن، ادوري على فيتامين د، شوفي النسبة كام، او تعرضي للشمس لو مش عايز تعملي يعني التحليل. الزنك، لب القرع موجود فيه الزنك والنحاس كتير، وكمان عشان الشيب. نرجع نقطع جسمنا بقى تاني. انت ليه وقفت؟ ليه حصل الثبات ده؟ الحاجات اللي قلتها دي بتعمل ثبات في الوزن. طب انا بقى هاخد يعني، مش هروح اجيب زنك. اللي بياخد زنك بيقع عنده النحاس، اللي بياخد زنك شعره هيبيض، اللي بياخد زنك هيحصل له مشاكل. انا بقول الزنك موجود والنحاس، هم وربنا خلقهم مع بعض بنسب الاحتياجات الجسم فيها، موجود في لب القرع، موجود في السمسم الابيض، موجود في المشروم. غيري نظام الاكل اللي او الطريقه اللي ثبتت دي، غيريها يعني، غيري المواعيد. ايوه الملح. ما انا اول ما بديت صيام متقطع كنت بحق يعني، كان تراكمي عندي 10.8، يعني عندي سكر 100 100 يعني، وكان عندي ضغط، وكان عندي التهاب في المعده. لما كان بيحصل لي دوخه كتير، حازم ابني قال لي جربي تاخدي حبتين ملح، يعني شاف لي وقال. بقيت فعلا اخد حبتين الملح دول، بس مش كتير، هما 2 حبتين كده، واقعد شويه احس ان انا الدوخه راحت مني. طيب لما الالتهاب وقف، ليه حصلت مضاعفات؟ بتصومي كام ساعة؟ المفروض ان انا بصوم 20 ساعة، بس مش يعني انا بقالي فترة كده عندي 4 ساعات باكل فيهم، لكن يعني انا وانا بكلمكم دلوقتي وحسيت ان انا عايز اكل، انا المفروض وقفت خلاص اكل. لو حسيت ان انا عايز اكل هاكل، يعني ما يعني مش مأزمة على نفسي، مش ماسكة على نفسي، بس بصوم لغاية العشاء. أسأل متى أفطر؟ إذا جبت الفطار 5:30 وما فطرت الساعة كم أفطر؟ وأشرب أشياء حرة على الدهون من صحون. يا بنتي بتكتبي هيروغليفي يا حبيبتي. أجلي فطارك على قد ما تقدري بالتدريج، يعني مثلا صحيتي الساعة 5 افطري، مثلا لو بكرة صحيتي الساعة 5 افطري مثلا على الساعة 6:30 7 كده. زودي بقى الوقت، زودي الوقت. المشروبات الحارقة اشربي مية بليمون، تاني يوم اشربي زنجبيل فريش على ليمون، جيبي بقى خلي التفاح الغير مبستر لغاية ما تصنعي لك شوية. تعالي لي على القناة وانا هتابع معاك، وحط لك روابط الفيديوهات. ما انا بتسوي كام ساعة دي قلت لك، انا ما بقتش، كنت الاول 4 ساعات، يعني 4 ساعات خلاص، حتى لو حسيت بالجوع مش هاكل. لا قلت لا بقى، مش شغلانه بقى، انا مش، انا حلو قوي ان انا بصوم كده. وفي ايام مثلا ابقى خلاص هفطر، ويجي لي اي ظروف، او حد جالي، او نزلت، او اي ظروف تيجي، الاقي نفسي كملت ال 24 ساعه. فمش ماشي على، بس ما بقى ما بقى يعني ما بقلش عن 18 ساعه تقريبا، بالتقريب كده يعني، ما بقلش عن 18 ساعه بفضل الله. يعني انا بحب قوي اوصل لهرمون النمو. يا ريت توصفي لنا وصفه، عندنا الجفون العلوي متدلي. الحمد لله. كيف حالك؟ بقول لها الحمد لله. بصوا حطي انا يا كده، بس انا هعمل كده عشان تشوفوا كده، وارفع عينيني ابص لفوق، اغمض وكاني بلزق الجفن ده. هقول لكم التمرينين يعني. ما برفعش الجفن كده عشان ما اعملش تجاعيد هنا، صوابعي بس على الجفن كده،
او 3 صوابع كده، وكاني اغمض، كاني بلزق الجفن اللي فوق تحت كويس، وبرضه بغمض عيني والنني مرفوع لفوق بس وعيني مغمضة. التمارين دي حلو. واعمل قرص خفيف وطبعا ما دام الجفون دي الجفون يعني مترهلة، المفروض برضو ان انا اعمل للحواجب. ممكن امسك كده واغمض برفق، وانا بمسك كده اديني قرب اخد معايا 111 كده، واجي في النص برضو امسك كده لمدة دقيقة، وهنا كده لمدة دقيقة. تعالوا المهتم، يعني المهتم اللي عايز ومهتم يجي على اليوتيوب قناة جمالك صحتك من الطبيعة، هحط لكم روابط الفيديوهات حسب السؤال اللي انتوا بتسألوني عليه. هبل السكر مفيدة للحمل؟ هي السكريات مفيدة للحمل والنشويات ولا امنعها احسن عشان التخن في الحمل؟ السكريات والنشويات امنعها عشان التخن، يعني انت خايفة ان انت تتخني ولا عايزة تجيبي طفل صحته كويسة؟ اكيد عايزة تجيبي طفل صحته كويسة. الهدف الاساسي ان انت عايزة تجيبي طفل صحته كويسة مش هتتخني. السكريات دي يعني هقولك ايه، اكتر حاجة مؤذية للجسم وخصوصا المصنعة، لكن انت ممكن تاكلي فاكهة. اعملي لك كده مثلا واحدة بتاع ده، ايه الفاكهة الموجودة دلوقتي، مش مشتين تلاتة، مش مشتلة على فكرة، كيوي، واحدة كيوي، اعملي طبق كده فاكهة بس ما يبقاش بعد الاكل. اما السكريات والاكل المحفوظ والمصنع استبعديه من حياتك، هتخلي في طفل سليم صحته كويسة مناعته قوية، واثناء الرضاعة هتكوني ماشية على نفس النظام، هتلاقيه ما بيمرضش، هتلاقي ابنك صحته كويسة. ولما تولديه حياتي انشريه في الشمس برضه، يعني انشر ابنك برضه في الشمس. الله يعطيك العافية. شلون أشيل الشحوم البطن بالصيام المتقطع؟ أنا بلعب في إيه ده، التليفون اتلخبط. أخت عروق وشرايين يدها تتحرك مع حركة إيدها ووريدها منتفخ في الكوع، فيها سكر وهي عمرها 32 سنة. هي عندها العروق منتفخة. أول حاجة عايزة أقول لكم، الدوالي والعروق والحاجات دي بتبقى يا اما بناخد فيتامين سي صناعي، يا اما عندنا نقص في فيتامين سي بتخلي الاوعيه الدمويه تتحرك. وبعدين 30 سنه وعندها سكر ليه؟ ليه؟ خليها تجيلي هقول لها تعمل ايه عشان تخف. تمام، انا لعبت بين في التليفون. بصوا، عشان انا طبعا انتوا عارفين ان انا بفتح لايف ما بقعدش كتير برضو عشان بحب اتحرك. اي اسئله تانية انا ما جبتش عليها على اليوتيوب قناه جمالك صحتك، انا مش مقصره، انا اي حد بيسالني على اي سؤال بجيب له، بنسخ رابط الفيديو واحط له الرابط يشوفه، عايز يعرف حاجه تاني يكتب لي واحط له. ويا رب يكون اللايف فاتكم، وان شاء الله هيفيدكم، واشوفكم على خير في لايف جديد. عشان كده انا برضو ممكن اكون سهرت شويه، يعني بقى عادي مفيش مشكلة، ما تحاولوش تغيروا حياتكم بالكامل مرة واحدة، واحدة واحدة بالتدريج. عايزين نخس بالتدريج، عايزين نغير اسلوب حياتنا بالتدريج. ويا رب دايما بصحة وعافية، واشوفكم على خير ان شاء الله.